الدكتور خالد كان حته مهجوره ونكون بعيد ومحدش يحب يروح، لكن هو طبعا ما كانش فيه مكان بالنسبه لي. عمل معمل حتشوفوه وراح الشاب وحيشوفه معمل خطير، معمل فعلا. انا سمعت الدكتور محمد النشاري يتكلم لوحده، كان مصنفينه في القناه الاولى، ما اعرفش القناه الاولى، وبيتكلم على الدكتور خالد، خدت خمس دقايق بيتكلم عنه وبيشكر فيه، عالم جميل، عالم كبير، استاذ يعني. طبعا انا بالنسبه لي الدكتور خالد اخويا الصغير يعني، لكن هو لما بيبقى واحد كبير زي كده ويقول لك العالم الكبير والعالم الجليل على الدكتور خالد، يعني لازم تؤخذ في الاعتبار. هو مش حجاب ولا يعرف، ما يعرفوش، لكن هو طبعا شغله وعلمه العمل اللي عمله خلاه يحترمه وبدا يتكلم عليه بكل فخر. ده انا اسعدني، وسمعتها مره واثنين وثلاثه، انه حسيت انه في ناس عندي تستحق ان احنا نسمعها ونقدرها ونحترمها. تحيه انا بوحي الدكتور خالد على المجهود اللي بيوصل. لكن هو احنا يعني القيادات دايما القياده عايزه الناس تشتغل وعايزه يبقى في شغل بيظهر عنه. هو مش يفتكر ان في قياده مش عايزه تشتغل، انا عايز اشتغل، انا لازم يظهر في عمل شغل وعمل يبقى كويس يقدر، يعني ما هواش رئيس وبس. احنا هنا في الصعيد يمكن عارفين الظروف بتاعتنا وعلينا مشوار طويل، فبنحاول بقدر الامكان نستغل كل فرصه ونحاول بقدر الامكان نساعد وندعم. وزي دايما لما بتشوفوها في التقييمات تحس ان الجامعات الاقليميه بدات تنهض، مش معناها ان الجامعه الام زي القاهره مثلا بدات تتوقف ابدا، لكن تاني بدات تنهض، بدل ما كانت نايمه خالص بدات تتحرك. دكتور خالد، طبعا حضرتك غني عن التعريف، تكلمنا اكتر عن ندوة النهاردة واهميتها للطلاب. ورشة العمل النهاردة هي عبارة عن محاضرات وتدريب على التعامل مع خلايا الكانسر وكيفية علاجها. وطبعا الموضوع زي ما حضرتك بدأتي غني عن التعريف، كل الناس عارفة الكانسر وعارفة مشاكله والكلام ده. بداية علاج الكانسر الحقيقي بتبدأ من داخل المعامل، بان احنا نبحث عن مواد تصلح للقضاء على الكانسر، تدمر الخلايا الأخرى. احنا النهاردة عاملين تعاون مع معهد الأورام بجامعة القاهرة، بتمثله الدكتورة ميرفت الضفتار، موجودة معنا في المعمل النهاردة، وحنعمل تدريب عملي على التعامل مع خلايا الكانسر وازاي أجرب عليها مواد لحد ما أوصل للعلاج المناسب ليه. دكتور خالد، سمعنا حضرتك النهاردة بتتكلم عن مشروعات بتمولها الجامعة في البحث العلمي، ممكن تكلمنا أكتر عنها؟ طبعا الحمد لله الجامعة دائما داعمة للبحث العلمي، وبدأنا من 3 سنين في الجامعة بقيادة الدكتور عباس منصور، إنه الجامعة بتطرح مشروعات تنافسية ما بين الباحثين اللي داخل الجامعة نفسه، بحيث كل باحث في دماغه فكرة بيعمل فريق عمل وبيعمل خطة عمل وبيقدمها للجامعة، الجامعة بتحكمها، بعد كده بتمولها يا إما ب30,000 يا إما ب20,000 يا إما ب10,000، وبتبقى مدة المشروع يا إما 6 شهور يا إما 10 شهور يا إما سنة. مطالب إنه يتم تنفيذ كل الخطوات العملية اللي اتقال عليها في الخطة، وينشر منيها بحث دولي، كده يبقى ده مؤشر نجاح للمشروع. دكتور خالد، كلمة أخيرة لحضرتك للطلاب لمواجهة أي مشكلة بتقابلهم نحو مستقبلهم. الطلاب هم عماد البلد وهم عماد الجامعة، أنا بوجه لهم كلمة واحدة، أنتوا لو عاوزين تعملوا أي حاجة هتعملوها، سابروا واصبروا وكافحوا، وربنا عمره ما حيضيع مجهودكم ان شاء الله. دكتوره ميرفت الدفتار، استاذ مساعد باثولوجي بالمعهد القومي للاورام. دكتور، سمعنا ان حضرتك هتدي ورك شوب النهارده في الجامعه، كلمينا اكتر عنه. هناخد ورك شوب النهارده عن الاساسيات لعلم زرع الانسجه وتطبيقاتها المختلفه اللي ممكن يستفيد منها طالب العلوم وطالب الطب، وكمان عن الخلايا الجذعيه. حضرتك شايف ان الطلاب وركشوب زي ده هيفيدهم في المستقبل؟ طبعا، لان ده علم المستقبل. احنا قلنا ان احنا دخلنا في الستام سيل ايرا من سنه 98، فكل ما بنواكب الطب يعني او العلوم الحديثه ده يبقى مفيد، وده يبقى بيدي قوه للجامعه. فانا النهارده شايفه انه جامعه جنوب الوادي عامله شغل جامد في نانو تكنولوجي وفي العلوم، في الزراعه، في الطاقه الشمسيه، فكل الحاجات دي يعني هتبقى مفيده لو نعرف اكتر في الخلايا الجذعيه. عايزين نعرف راي حضرتك في ندوه الدكتور خالد النهارده.
لا جميلة جدا وكويس انه يحصل تعاون بين كل الناس، دي حاجة مبشرة وحاجة حلوة قوية. كلية علوم مع زراعة مع طب حاجة هايلة. كلمة أخيرة من حضرتك عايزين نعرف فيها رأيك في جامعة جنوب الوادي. الصعيد كله جميل قوي، البنات بتوع الصعيد زي العسل ومخهم متفتح جدا، وحاسه انهم هيطلع منهم ان شاء الله حاجه عظيمه. في التقييم للابحاث العلميه بقت جامعات زي اسيوط وجنوب الوادي بتاخد تقديرات كويسه قوي، بتنافس بيها جامعه القاهره، فلا ان شاء الله هيطلع حاجه كويسه جدا. احمد عالم الدين ثالثه الكترونيات. عايزين نعرف ايه رايك في الندوه. والله الندوة يا بالنسبة للدكتور خالد ده دكتور عظيم، أنا بتشرف إنه درسني في سنة أولى وتانية وتالتة وحاليا بيديني كورس كامل في تالتة. صراحة بتشرف بيك يا دكتور، يعني أنا يعني من دكاترة العظام في الكلية، ربنا يديله الصحة يا رب. وبإيده يعني وصلنا لحاجات ما كناش نتوقع إن إحنا نوصلها أصلا. أولا يعني بالنسبة للندوة اللي حصلت دي يعني المعمل ده إحنا بناخد فيه محاضرات وكده، وإن شاء الله هنشتغل فيه بكرة وبعده بإذن الله. بس المعمل من جوه يعني حاجة تانية خالص، والأجهزة اللي جوه يعني أجهزة جميلة جدا، وكمعمل يعني كمعمل بالنسبة لي أفضل معمل في الجامعة، وإن شاء الله ربنا يوفقه دايما يا رب الأحسن إن شاء الله. استفدت إيه من الندوة؟ والله استفدت إن شاء الله، يعني هستفاد أكتر لما أكون واحد من الشغالين في المعمل من جوه، واحد لما أكون معايا بحثي أو الشغل بتاعي في المعمل من جوه أنا كطالب باحث. لكن استفدت إن هو إن شاء الله يعني بياخد يعني جاي للأحسن، يعني لو شفت يمكن دخل في دور إنه يعالج السرطان ويعالج البكتيريا والفطريات وحاجات كتيرة والنمل الأبيض، حاجات يعني لسه العلم نفسه ما وصلش يعني الحاجة تقضي عليها تماما. بس إن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله. رأيك في كلام الدكتورة ميرفت؟ دكتورة ميرفت دي إن شاء الله يعني أنا أول مرة أشوفها يعني، وتشرفت برضو بيها. أنت كلامها جميل جدا خالص، يعني أنا كنفسي كطالب في كلية علوم يعني كنت معتبر الكلية دي حاجة كده والسلام، بس بعد الندوة دي يعني ربنا يعلم يعني غيرت فكرتي تماما عن الكلية خالص، يعني غيرت 180 درجة. كلامها هي كبحثة ويعني إنسانة مجتهدة ودكتورة مشهورة ومعروفة غيرتني خالص، وخلتني عايز أعمل حاجة للدنيا، عايز أوري نفسي للناس، عايز أبقى واحد مشهور، عايز أبقى يعني عملت حاجة لمصر، يعني عايز أبقى حاجة إن شاء الله بكرة. يا نهى بدري محمود. نهى سمعتي على الورك شوب ده فين؟ سمعت في المعمل عندنا، لأن أنا شغالة في معمل الدكتور خالد بحضر ماجستير. كلمينا أكتر عن أهمية الورك شوب ده بالنسبة لك. ده هيفيدني جدا أصلا في الشغل بتاعي، لأن أنا أصلا شغالة على الكانسر وعلى زي ما عالجته بالمواد النانو، فطبعا ده أنا هعمل سكرت شهر مع الدكتور إن شاء الله بإذن الله، فهيفيدني جدا أساسا في الشغل بتاعي إن شاء الله بإذن الله. بتنصحي زمايلك إن هما يشتركوا في ورك شوب زي ده كتير؟ ده أكيد طبعا، لأنه يعني بيفيد بالذات بالشغل في رسائل الماجستير والدكتوراه، في شغل جامد جدا يعني. ادهم محمود كليه علوم. استفدت من الندوه ان لو عندك طموح ممكن تحققها. انا بصراحه كنت مقتنع ان علوم دي شهاده اكتر على الاقل هاخدها، كان عندي خلفيه في الاول انها حاجه تمام عملي وشغل وكده. دلوقتي بعد الندوه دي وبعد يعني كلام الدكتور خالد استفدت ان لو عندك طموح ممكن تحققها برضه، ممكن تعمل ابحاثك، ممكن انا كان فكري اني اعمل حاجه جديده تفيد الناس. فبصراحه أنا مع الدكتور خالد بن الوليد هحاول اعمل كده باذن المولى. ايه رايك في كلام الدكتور مرفت؟ والله بصراحة برضو افتكرت يعني جات من الناس المثابرة اللي هي عندها هدف تعمله، وأنا من الناس اللي عايز أعمل كده بس مش لاقي، فهي من الناس اللي ادتني الهدف أو اللي خلتني ادتني طموح إني أعمل كده، وهي فعلا يعني من الأشخاص المثابرين اللي كان عندهم هدف تحاول توصل له.